أهلا بكم في جولة جديدة مع الصحافة العالمية اليوم الثلاثاء 8 أبريل. نستعرض فيها أهم ما ورد من عناوين في الصحف والميديا العربية والأجنبية. نبدأها بالشرق الأوسط. داعش تقطع ماء الفرات عن جنوب العراق. القدس العربي، تغييرات في الهيئة السياسية للائتلاف السوري تعكس التجاذبات الإقليمية. روسيا اليوم، بان كي مون يدين مقتل الكاهن الهولندي في سوريا ويدعو لضمان أمن جميع المدنيين. الحرة، انتقادات في مصر تأييد حكم سجن على نشطاء سياسيين بارزين. وأخيرا سكاي نيوز، جراحة قلب نادرة لزرافة بحديقة حيوان أوكلاهوما سيتي تعاني من قصور في الشريان الأورطي الأيمن. شكرا لمتابعتكم.